أحب الكرام، نمر سريعا على تشكيلة الفريقين وخيارات المدربين في هذا اللقاء. بالنسبة للفريق الإسباني نادي إشبيليا، ياسين بونو في حماية عرين الفريق الأندلسي، الحارس الذي استقبل من جماهير فريق إشبيليا بكثير من العاطفة باعتبار أنه ربما يلعب مباراة الأخيرة لفريق إشبيليا. هناك كونيا غودلي بالإضافة للاعب لوكبادي. لدينا خصص نافاس أفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، إيفان راكيتيتش، أوليفر توريس بالإضافة لجوردان، هناك لاميلا ويوسف النصيري بالإضافة ليوكامبوس. هذه تشكيلة فريق إشبيليا في أولى اللقطات وفي أولى الكرات من خلال تسديده أتت عن طريق لاميلا لكنها تحول معاركه النهائية أمام الإنجليز. نعم من خلال بين الفريقين كرة منقولة عرضية خطيرة تاتيو، ما زالت الفرصة مستمرة لإشبيليا، خطيرة راسية نصيري 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 في كرة. إشبيليا يضغط منذ البداية، إشبيليا يحاول منذ البداية، إشبيليا اقترب في كرة هنا لو سجلت لكان واحدا من أروع أهداف في تاريخ بالمر. عند كرة ما زال بالمر والتسديدة تاتيو، ولكن هناك ياسين، هناك بونو، هناك معشوقه. جد كرة خطيرة تأتي عن طريق النرويجي، يبحث عن هدف أول، يبحث عن وصل أول، يبحث عن استمرارية التألق بعدما سجل هدفين. هنا تمريرة عرضية ترسل عالية خطيرة للسيتي راسية، ولكن هناك ياسين، هناك فرصة لعب الكرة العرضية ترسل عالية النصير ارتقى. الله الله الله، أسد الأطلس يسار في بلاد الإغريق، أسد الأطلس، نعم هنا يسار في بلاد الإغريق. مهما كانت أحوالكم لا تنسوا أن لديكم يوسف، مهما كانت الفوارق يا بيبي غوارديولا سينتصر لهم يوسف نصيري. ها هو يفعل بارتقاء العالي 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 على العادة على العادة على ميعاد، نعم على ميعاد. يوسف كان مع الشباك على ميعاد بعد ارتقاء عالي وراسية وكأنها بالقدم. هذه كراته، هذه لعباته، هذه أهدافه. أسد الأطلس هنا ارتقى عاليا وزار في بلاد الإغريق. القائد عند كرة نافاس يبحث عن يوسف، يبحث عن فريمان، محاولة توريس، توريس والعرضية خطيرة تاتيو. لاميلا، لاميلا كاد أن يفعلها وكاد أن يؤمن النتيجة الأرجنتيني في كرة. هنا التسلل لم يكن موجود، استسيا سيمبونو، هنا فودن والتسديدة تاتيو، ولكنها صدمت في حائط الصد لتعود مرة أخرى مع إصابة، إصابة تحدث. كانجي ممتازة، فرصة تأتي للسيتي من أجل التعادل، ولكن عرضية إلى خارج الملعب تحولت إلى ركلة ركنية. ممتازة كرة ركلة ركنية منقولة، كرة عالية رودري والراسية، ولكن اعتلت العارضة تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة. تنفيذ وما سيتكفل بالتنفيذ، فودن يرسل كرة فارديول، فارديول في بينية، يا سلام الله على كرة جميلة ولكن لم تكتمل، رائعة كانت لوحة فنية لجماهير السيتي. هنا غريليش يرسل كرة ساقطة تاتي ترسل داخل منطقة الجزاء، راسية تحضر والتصوير، رودري، رودري ما زال رودري والنقلة الأندلسية ممتازة جميلة رائعة من أجل التعادل قادمون. هنا كرة بالمر ولكن في الأخير الكرة قطش، يحاول غريليش، ما زال غريليش والعرضية إلى خارج الملعب، لم يصل إليها لاكوباز. صافرة حكم اللقاء فرانسوا لوتكسيف تأتي لتعلن نهاية شوط أول، كان التألق فيه في حراسة المرمى بونو في الأمام، حلق بإشبيليا عاليا هنا في بلاد الإغريق يوسف النصيري. الشوط الأول ينتهي، ألقاكم مع انطلاقتي أبيداي، يرسل كرة عالية، يبحثون عن النصيري، يبحثون عن راسية يوسف. هناك التقدم في اليمين، هنا لدينا تمريرة عرضية تاتي، يا سلام يا سلام يا سلام يا بالمر، ممتاز الكرة. وهنا غريليش في كرة تمهيد، عرضية الآن ترسل تات، راح وكامبوس راح، عرضية يوسف النصيري جول. الله، فريق إشبيليا لا ضاعت، لا ضاعت، ديرسون قد يكون تصدي البطولة. ممتازة إلى يوسف النصيري، راح النصيري، ما زال النصيري والتسديدة، ولكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب النصيري.
أراد أن يكرر ما فعله في شوط المباراة. حارس ديرسون يا جوردان، جوردان والتسديدة تأتي مباغتة، نعم قوية، نعم لكن حصل رسالة خطورة بالنسبة لغوارديولا، لكن هنا فودن أوكامبوس النشيط، أوكامبوس عند كرة، أوكامبوس والعرضية، يعني هي لاهي بتسديدة تمريرة لكن تغطية كانت موجودة، وهناك إلى خارج الملعب حوار كوفازيتش أو جودي الخطيرة، الفرصة لإشبيليا، إنصيري عند كرة، بص إلى يوسف، إنصيري راح، ليس هناك تسلل، يوش من الطرف الأيسر، غريليش إلى فودن، كرة الخضوهات لكن يسار يرسل كرة عالية خطيرة تأتي، لابد من عودة، فنحن الستين، هكذا قالها بالمر، نعم هكذا قالها بالمر، لابد من عودة، فنحن الستين، نعم نحن أبطال أوروبا ونحن الفريق الأفضل، لكن عينك 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 على من؟ عينك على من؟ عينك على رودري، ألم أقل بأنه المركز لهذا الفريق؟ ألم أقل بأبوس إلى يوسف، إنصيري جول، إنصيري جول، إنصيري جول، اوه يا يوسف، يوسف انصاري، يبحثون عن الثاني، كرة ترسل عالية، راسية أكانجي لكن التغطية كانت موجودة، أكونيا صدمت كرة، هالاند في التمرير، فودن بعد ذلك التصويبة تأتي ولكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، خطيرة الكرة ما زالت مستمرة، عرضية ترسل عالية لكن التغطية، المحاولة غريليش في العرضية ترسل عالية لكن التغطية من أكونيا، الكرة بتعود من جانب أوكامبو، بينما بالمر، بالمر يا فنان، يا فنان، يا فنان، يا بالمر يا فنان، أنا قلت قبل أيام كرة منقولة من الجهة اليسرى، عرضية ترسل، هالاند هز الكرة في اليمين، بعد ذلك العرضية، كاتوا أن يكرر، بينما أكونيا عرضية أخرى، راسية يوسف يرتقي، بينما هنا هذه واحدة كذلك من الكرات الخطيرة لفريق سيتي، لكن نافاس، نافاس كرة بطولة، يبحث عن بطولة أخرى، هنا في كرة عالية لكن في الأخير كانت مقطوعة، السيتي يبحثون عن الثاني، هنا كوفازيتش حاول فيها، بعد ذلك كايل ووكر عرضية، الأوروبي كرة تلعب عالية خطيرة تأتي أكي، ولكن هناك بونو، هناك بونو، هناك بونو، هناك بونو، من تصدى لعرضية ممتازة إلى جاك غريليش والتسديد إلى كايل ووكر، بعد ذلك الفرصة والتصويب، الله الله على كرة كايل ووكر، على تسديدة اكتمل، بل الصافرة هي التي وصلت، الصافرة هي التي سمعت، الصافرة الفرنسي تعلن أن لا فريق فائز ما بين الفريقين هنا في نهائي كأس السوبر ما بين السيتي وإشبيليا، الحسم سيكون من خلال ركلات الترجيح. النرويجي أمام المغربي، هنا هالاند ينجح، هالاند ينجح ويسجل، هنا أوكامبوس لإشبيليا، أوكامبوس ينجح، نعم ينجح، ينجح، نعم ينجح، بالقدم اليمنى، الكرة الثانية للسيتي، خوليون يا ولد، يا ولد، على كرة رافامير، رافامير يا فنان، يا فنان، يا رائع، كرة ولا أروع، ياسين كوفازيتش، كوفازيتش، يا سلام، رائع الكرة من كوفا، رائع الكرة من راكيتيتش، إيفان، 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 لا يضيع، واحد من أروع اللاعبين يتحرك، بينما غريليش ينجح في منتصف المرمى، وهنا مونتل، مونتل ينجح، من قاد الأرجنتين وإسعاد الملايين، هنا كايل ووكر، هنا جودل، 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 خلاص 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 خلاص.